بسم الله والحمد لله، نواصل الكلام في كتاب علوم الروح. ومن يعتقد بالتقمص بأن الروح تنزل في جسد جديد وهو راجع إلى احتمالين اثنين دون أن نحتسب الذين يرجعونه. أولا، تقول بعض الهويات المعزولة أنها تستطيع الإمساك بالروح عند موت الإنسان بأجهزة كهربائية متطورة، لأن الروح كهرباء الجسد. قالوا ثم يزرعونها في جسد مولود جديد وهو في بطن أمه فتدب فيه الروح. هم يمسكون بشبح القرين وليس بالروح التي هي من روح الله تعالى. والقرين الشبح الموكل بالإنسان طول حياته يعرف كل ذكريات الإنسان لأنه لازمه طول حياته من الولادة إلى الموت. وهم يلبسون القرين لطفل جديد، وقد يذكر هذا القرين الطفل بأنه كان طبيبا في حياة سابقة أو أحد أصحاب الأنبياء وغير ذلك، فيظن أنها الروح تقمصت جسدا جديد، والله أعلم. ثانيا، وقد تكون المادة الأولية التي خلق منها المخلوق، مثلا التراب بالنسبة للإنسان البشري الذي هو نفسه دائما لا يتغير، التراب الذي كان جرادة يوما ما ثم ماتت الجرادة وتفتت جسدها وعاد التراب من جديد، ثم حصانا ثم ماتت الحصان وتفتت وكان ترابا من جديد، ثم طائرا ثم مات الطائر وتحول ترابا من جديد، ومن هذا التراب كان هذا الإنسان هذه المرة. فذرات الرمال والترابية نفسها لا تتغير منذ أن خلق الله تعالى الأرض. حجم المادة هو نفسه سواء كان في حالة غازية أو مميعة أو صلبة، هي هذا مجرد رأي للبعض والله أعلم. وقد يقوم طبيب نفساني بتنويم مغناطيسي لأحد زبائنه فيخبره هذا الأخير بأنه يوما ما كان طائرا أو شجرة أو حتى امرأة إن كان رجلا في حياة سابقة، وهذا لأن المادة تسجل ذكريات قديمة، حتى أنه يقال أن الجدران تسجل أصوات قديمة، وكذا القرص المضغوط وغيره من الشرائح الإلكترونية المصنوعة أصلا من ذرات الرمال لفيبر أوبتيك. قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فصل: إشكال الحياة. الحياة من حولنا والتأثيرات التي تنتج عنها. أولا، المصدر الحياة. المصدر الأول هي الطاقة التي خلقها الله تعالى في الكون عند الانفجار الكبير، وهذه الطاقة الواعية أي القلم بدورها أوجدت طاقات أخرى واعية خلاقة، وهكذا حتى ظهرت النفس المخيرة بين الخير والشر الحرة التي بفضل الله تعالى تعي حولها، ومنها بالطبع النفس الإنسية، ومن قبلها النفس الجنية، ومن قبلها الدنية والحنية والبنية والله أعلم. قال الله تعالى: وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان مثلا البشر سكان الأرض. قال الله تعالى: منها خلقناكم أي من ترابها الأرض غية. فالبشر في الأصل يحملون السكينة والعقلانية في جيناتهم التي ورثوها منها الأم الأرض غية غاية والله أعلم. والهنود الحمر يسمونها الأرض الأم قشقارة أو كشكاغا غاية. كل مخلوق وصل إلى مستوى التكليف مثل الإنسان له خصائص ورثها من الأصل الذي خلق منه أول مرة بالنسبة للإنسان التراب. ومنه حديث رسول الله: عندما أراد الله أن يخلق آدم أول أمر الملائكة فجاءته بأربعة أنواع من التراب من الأرض، قيل هو الأبيض والأسود والأحمر وهكذا الله أعلم، أو كما يقول الحديث. يقال هذا هو سبب اختلاف ألواننا وأشكالنا وليس السبب الوحيد، فهناك والله أعلم التهجين مع المخلوقات الأخرى السابقة لخلق آدم والله أعلم. وبعد انقضاء أجل الإنسان يعود إلى الأرض الأم والتراب كما كان. قال الله تعالى: منها خلقناكم ومنها نخرج.